صراحه صفرو كنعرفها، ولكن هذا الشيء اللي عند صفرو صراحه هائل، مهرجان هائل، فيه ناس صراحه شنو نقول لك ثقافه هائله بزاف بزاف، كنشكروه بزاف بزاف، كنشكروا الناس اللي كيقوموا بهذا المهرجان، وهذا الفضل الكبير كيرجع للفلاحه، الفلاحه هي كل شيء، لان كما كنقولها انا وكنصرح بها نوصيكم يا هاد الناس، الفلاحه هي الاساس، ديروا الراس على الراس وما تولفوش النعاس، لا الفلاحه كنفتخروا بها، ومغربنا في المغرب الاخضر، وكنشكروا قناه فاس نيوز اللي كتسهر وكتبين شباب وكتبين شابات وكتبين واحد الموروث اللي هو موروث ثقافي يبقى ابا عن جد، كما كنقولوا تراث الاجداد امانه في يد الاحفاد، كنوعدوا بواحد المحبه وعندنا ان شاء الله الجديد، وكنشكره على هذا المهرجان الهائل صراحه، انا كنحس براسي راني في واحد الفرحه وفي واحد السعاده، لان هاد الناس صراحه ناس مزيانين بزاف بزاف، شفت ملكة الجمال صراحه شنو نقول لك، الله يحفظها وكنشكرها بزاف بزاف، والفضل الحمد لله اللي عطاها الله داك الزين وداك الجمال، وتستاهل صراحه تستاهل، انا ملي شفتها جابت لي التبوريشه والله، دائما كنشكر فاس نيوز بزاف بزاف، وكنشكر الناس اللي قايمه فاس نيوز، بنات واولاد وطاقم تقني وبصفه عامه الصحافه، يا سلام على الصحافه.